نتحدث أكثر عن هذا الموضوع عبر الهاتف من الرياض. معي دكتور صفوق شمري المختص في الشؤون السياسية والأمنية. دكتور صفوق مساء الخير. إذن عرفنا بمنظومتي الدفاع الصاروخية ثاد وأس 300، ما أهمية هذه الصفقات اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعاً الصفقتين يعني جن تقريباً في وقت واحد، لكنه علشان نكون أكثر واقعية، صفقة الثاد هذه من عدة سنوات، لكن بدأ الكلام عليها بشكل جدي أثناء زيارة الرئيس الأمريكي للرياض، واتفقوا عليها. كنا أغلب الأخبار كانت تتكلم عنها، لكنه عادة تأخذ الموضوع وقت طويل حتى يتم الأبروفل من وزارة الخارجية. طبعا كان في شوية تأخير، لكنه تم الأبروفل وصل أمس زي ما نشر عن طريق البنتاغون بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية. طبعا صحيح. زي ما قلتي انت حقيقة شرحتي المواصفات، يعني سواء الساد او الاس. طبعا الساد هو نظام اعلى من الباتريوت اللي هو النظام الثاني. الباتريوت عادة في المرحلة الأخيرة من الصاروخ لما ينزل الغلاف الجوي يعترضه الباتريوت، الساد لا، لأنه مداها أعلى ومستوى الرادار حقه أعلى، يكون على طرف الغلاف الجوي. طبعا في فرق كبير، في ناس حتى في الصحافة بدأوا يقولون أنه هل راح السعودية تأخذ الاس 400 أو الساد. طبعا هذا شيء غير، لأنهم لا يعتبرون أنهم هم مكملين لبعضهم وليس مضادين لبعضهم. إنه الاس 400 مضاد للطائرات، مضاد للصواريخ كروز المجنحة، مضاد أيضا للصواريخ البلاستية، لكن الساد هو نظام مضاد للصواريخ فقط. فلا يوجد أي تعارض بين هذا، ممكن أنك تمسك الاثنين. طبعا البعض يقول أنه الاس 400 نظام شرقي، فنظام التعرف يختلف عن نظام التعرف علشان شبكوا بالساد. طبعا هذه أمور تقنية ممكن، خصوصا ان السعوديه طلبت انه يكون جزء من التصنيع للمنظومه من خلال السعوديه، لذلك ممكن دمجه مع منظومه الدفاع الجوي السعودي العامه، سواء اللي هو درع السلامه او المظله. طبعا انه تجمع افضل نظام مضاد للصواريخ تقريبا في العالم حاليا الساد. طبعا في نظام اللي هو لا اعلى منه الايجس، ولكنه اللي يهم السعوديه حاليا هي الصواريخ القصيره والمتوسطه المدى اللي تملكها اعدائها، ونتكلم هنا بشكل اوضح على ايران. فالساد يغطي هذه تقريبا المنطقه، خصوصا الاعداد كبيره جدا. بعطيك مثال، الرادار الواحد من الساد اللي هو الاس تي 2 يغطي 1500 كيلومتر، فيعني نتكلم على انت تغطي تقريبا السعوديه مراحل، يعني يمكن تملك 6 إلى 7 منها. فلما تجمع افضل تقريبا من الجهه الشرقيه اللي هو الاس 400 مع الساد، فانت كذا راح تعتبر بدون مبالغه من افضل 3 دفاعات جويه في العالم تقريبا. نعم، هذا هو السؤال هنا، او يعني التعليق، الملاحظة، الوصف لأي درجة مهم جدا أمنيا للمملكة العربية السعودية هذه الصفقات، إن كان S-400 مع روسيا أو ثاد مع أمريكا كما قلت حضرتك، يعني اليوم لأنه تم الموافق عليها من البنتاغون باختصار لو سمح. طبعا كلنا عارفين التهديد الإيراني، خصوصا إيران ضعيفة جدا في القوات الجوية، بالأضعف منطقة، يمكن أضعف دولة في منطقة الشرق الأوسط جويا لنا عليها حظر، فهو الطيران الإيراني، بالإضافة إلى القوات البحرية الإيرانية متهالكة من 40 سنة. لذلك إيران تسعى لتطوير ترسانتها من الصواريخ البلاستية. بعد الصفقتين هذولي كل الخبراء في إجماع تقريبا كامل يقول لك إنه لما تملك أفضل منظومتين هذا، الصواريخ الإيرانية راح تصير مجرد أنابيب تنك، لأنه خلاص تقريبا حجمت كليا. أنت الحين عندك تقريبا 3 لايرز أو 3 طبقات. عندك الساد، بعد الساد يجيك الاس 400، حتى لو عدى من الساد وعدى من الاس 400 عنده الباتري. فأنت كذا مغطي المنطقة أو منطقة الدفاع الجوي حقتك بـ3 أغطية
من الدفاعات الجوية. أنا أشكرك جزيلا، واضح راح يغير ميزان القوى في المنطقة. سنتابع هذا، سنتابع تداعيات وهذه الصفقات وأهميتها بالنسبة للمملكة، وطبعا خطورتها لكل من يحاول الاعتداء. عبر الهاتف من الرياض دكتور صفوق شمري المختص في الشؤون السياسية والأمنية، شكرا لك.